خليني اروح مع حضراتكم احنا في مصر الحمد لله الحمد لله تم اغلاق 15 سجن في مصر منهم سجن ترى اللي تاسس وانشئ سنه الف 1886 تم انشاء سجن وادي النطرون او مجمع للتاهيل والاصلاح في وادي النطرون وتم اغلاق مكانه 12 سجن اهو تشوفوا الامام ترى اتعمل سنه كام؟ اهو قدام حضراتكم 1886 تم اغلاق السجون القديمه كلها لان غير مطابقه المواصفات لا فيها تهويه ولا فيها اوض واسعه ولا فيها زنزانات واسعه ولا غيره اغلقنا 15 سجن وعملنا سجن وادي نطرون او مجمع وادي نطرون ويوم الخميس تم افتتاح مجمع بدر للسجون بديل لثلاث سجون يبقى عندي 15 12 اغلقوا وتعامل مكانهم مركز وادي النطرون وثلاثه اغلقوا وتعامل مكانهم مجمع بدر اعتقد انه المباني والحجرات والعلاج الطبي والتوعوي والثقافي والفكري والتاهيلي والدمج والتاهيل اللي احنا احنا شفناها يوم الخميس كنا موجودين في هذا المكان اعتقد انه بيضاهي بيضاهي افضل دول العالم لانه الانسان حتى اللي بي بي بياخذ عقوبه لا ينفي عنه انسانيته، لازم يعيش، اه بيمضي عقوبه مش با مش با رفاه يعني مش رفاهيه، بيمضي عقوبه لانه اخطا لكن برضه هو انسان من حقه يعيش ياكل يتعالج، من حقه يبقى هو مقيد وهذا يكفي، هو بين بين اربع حيطان وهذا يكفي، مقيد الحريه وهذا يكفي، الدوله المصريه خلال يوم الخميس اللي فات شفنا افتتاح هذا الصرح الجديد للتأهيل والإصلاح والدمج وكان معالي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وتفقد مجموعة من الوزراء وزير العدل معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير التضامن الاجتماعي ورئيس البرلمان العربي ومجموعة من السفراء والناس المهتمين بحقوق الإنسان ومجموعة من الإعلاميين والحقيقة كان المشهد مهيب لانه بيؤكد انه مصر ماشيه في الطريق الصحيح والطريق السليم ولابد بس انبه الناس يقول لك انتوا بتعملوا سجون جديده انتوا عاملين سجون في وادي النطرون وفي بدر جديده عشان تسجنوا الناس لا احنا قفلنا 15 سجن لا يصلحوا حاولنا نعمل فيهم لكن في النهايه صدر القرار لان الجمهوريه الجديده لابد ان يكون فيه حقوق انسان بجد سواء في السجون في المعاقين في غيره فده كان ضمن آآ آآ ما جرى يوم الخميس المنصرم